بس لأنه في شيء لازم يتوضح. يعني الشاب اللي حكى أنه هل ترضاها لأختك، أنا يعني 23 سنة صار لي بهذا المحل، كل يوم بلتقى بحدا أنه أوه الزواج المدني، طول بالي شوي وبسأله ليش بتعرف عنه، بيطلع ما بيعرف شيء، ما بيعرف شيء. طب ليه اخذ هذا الموقف؟ يعني بمحل في 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 ناس عم تقعد، يعني هلا بلش سماحته قال فاسقه او كذا، اختاري. خليني انا ما ليش انا اعرف انا شو الزواج المدني، انا ليش رحت اتزوج مدني؟ اول شيء زواج المدني مش فلتين من ولا قانون، زواج المدني يخضع لقانون لكنه قانون مدني مش قانون الطوائف، اوكي؟ زواج المدني يعقده موظف مختص، منو رجل دين بس موظف محدد بتحدده القانون تبعه، المحاكم المدنية هي بتحل مشاكله. زواج المدني ليه أنا بدي كاميرا؟ معليش شافر لحظة بس، ليه أنا هل ترضعها لأختك؟ لازم تركض عليها لأختك، لأنه أنا زواج المدني لا إلي كاميرا بحطني على نفس المستوى تبع الرجل، أنا وياه عنا نفس الحقوق، ما عنده أولويات علي، يعني أنا أولادي بخدهم فيه لهيدا، مش بيطلعوا لبيهم، مش مستأجرني أجار، إذا بيقدر يطلق أنا بقدر أطلق، عندنا نفس الحقوق. مش بيقول لي روح استغنينا عن خدماتك، الله معك، هو حافل المحاكم الشرعية بيعرف يعني